السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أي سؤال؟ في المحاضرة الأخيرة كنا بدأنا الحديث عن بعض الأمور اللي لها علاقة بالفلويد ستاتكس، وعملنا ديرايفيشن للمعادلة تاعت موضوع البريشر ديستريبيوشن اوف فلويد ات ريست يعني ستاتيك، وطلعنا بالنتيجة انه دي بي دي زي اللي هو تغير الضغط مع الارتفاع يساوي سالب الدنسيتي ضرب الاكسلريشن اوف جرافيتي، والسالب تو انديكيت انه بي 2 ناقص بي 1 بدها تكون عادة بي 1 أكبر من بي 2 أو حسب الزد أكسس تاعنا مين الصفر فيه، بس هي بالأخير بدها تكون الجواب النهائي لازم يكون موجب في هيك حالة. طيب، ووصلنا عند هاي النقطة اللي هو باسكالز برينسيبل اللي هو ما يسمى الهيدروستاتيك بارادوكس، بمعنى آخر الفكرة اللي ذات وي استابلشت ان ذا لاست ليكتشر إنه الضغط at a point، ولتكن هذه النقطة هنا النقطة اللي سميناها الضغط at this surface ليس له علاقة بشكل الفيسل، شكل الوعاء اللي الفلويد موجود فيه. العبرة بشغلتين أو ثلاث شغلات، الأمر الأول قديش الضغط على سطح الليكويد من فوق، الشغل الثاني قديش ارتفاع الليكويد داخل الفيسل، والشغل الثالث اللي هو الـ density of the fluid. إذا هاي الثلاث شغلات يعني constant مش متغيرة، بالتالي بصير الـ pressure at point one اللي هو الـ bottom surface ليس لها علاقة بالشكل تاع الفيسل. الآن لاحظوا الملاحظة التالية، لاحظ إذا أنا اخترت هذه النقطة قديش الـ pressure at this point، خلينا نسميه P1، واللي لها علاقة في الضغط الجوي وإلها علاقة في ارتفاع الليكويد وإلها علاقة بالدنسيتي للليكويد أو الغاز، الدنسيتي للليكويد أو الغاز اللي موجود بالوعاء اللي أمامنا. طيب، what if كان البوينت اللي أنا بدي أشوف البريشر عندها في هذا المكان على السيرفيس في هذا المكان، هل سيتغير الضغط P1؟ انتوا عرفتوا ليش اخترت هذا المكان؟ اختب عن اي نقطة؟ النقطة اللي على اليسار ولا اليمين؟ الحمراء. هاي بيختلف الضغط لأنه الارتفاع بيختلف. طيب، في حد له رأي ثاني؟ دكتور، الضغط رح يضل نفس لأنه أنا لسه في نفس السطح، يعني ما تغير الارتفاع. هلا مهند، مش مهند اللي حكى أول؟ محمد. محمد مروان اطلع عن هاي النقطة وعمل خط عمودي وصل لهون، فقال لك ارتفاع الليكويد من هون لهون يختلف عن ارتفاع الليكويد من هون لهون، وبالتالي الH هاي ده تتغير، وبالتالي P1 بده يتغير، إضافة إلى أنه بما أنه هذا السطح مغلق الفيسل تاعنا هون واصل ما في P0. مضبوط يا محمد مروان؟ ولا ما كانتش خاطرة في بالك كمان؟ انت حكيت على الارتفاع بس ما حكيت على بي نوت.
ما ذكرت البينوت. نعم نعم، بس الآن بما أن أنا ذكرتها بتضيف هذا الأرجومنت تاعتك مظبوط؟ طبعا. طيب هلا زميلتك الثاني شو مين اللي بثينة؟ دكتور إليك رأي مختلف أنت ولا غيرتي رأيك؟ لا نفسه، بس دكتور بدي أسألك عشان أتأكد من رأيي، أنت سألت عن النقطة الثانية اللي حال بعض ولا الفرق في الهايت فيهم؟ لا البريشر آت خلينا نسميها بوينت 1 والبريشر آت بوينت 2، هاي هون الإكس هاي بوينت 1 وهاي الإكس هون بوينت 2، هل البريشر آت بوينت 1 وبوينت 2 نفسه ولا بيختلف؟ نفسه. ليش نفسه؟ وين راح فرق الهايت والبريشر اون توب اوف ذا فلويد اللي موجود هون دكتور؟ لانه الضغط اللي داخل على الوعاء نفسه فمش راح يتغير، ما في مش مفتوح يعني انه يكون في ضغط غير عنها من مكان لمكان. يعني قد يكون انت يعني الفكره في ذهنك صحيحه بس مش عم بتعبر عنها بشكل صحيح أو بشكل مفهم. دكتور هسه مش الضغط ما بتعتمد على الشكل. الضغط ما يعتمدش على الشكل. يعني مثلا عندي هون الشكل المغلق فالضغط جوا واحد يعني. مش مغلق، هو مفتوح هون. لا أنا على الشكل اللي قبل. وهون مفتوح. برضو. وهون مفتوح. بس هون مسكر. هون مسكر، هون طبعاً مسكر، تمام؟ يعني نفس الأرجومنت بس لأنه هذا الشكل أسهل نحكي عنه، لو أخذت بوينت في هذا المكان مقارنة ببوينت في هذا المكان، هون هاي هيك هذا الارتفاع وبي زيرو مبين إنه is acting، بينما هون الارتفاع اللي عند هون وبي زيرو مش مبين إنها acting. وبالتالي بصير إذا نطبق المعادلة هاي المعادلة على point 2 اللي هون، كيف نطبقها؟ خلينا نقول المسافة هاي من هنا إلى هنا خلينا نسميها H2، والمسافة من هون لهون خلينا نسميها H، هلا هاي الكلية خلينا نسميها H3، ومجموع H3 و H2 هو H1. H1 تساوي H3 زائد H2 حسب ما أنا كتبت على الرسم اللي أمامنا هون. فإجانا جوابين، جواب بقول the pressure at point 2 is not equal to the pressure at point 1، وإجانا جواب إنه the pressure at point 1 يساوي the pressure at point 2. اللي حكى إنهم غير متساويات، التبرير إنه هذا الهايت اللي أعطينا الرمز H2 وصير عندي H2 في رو في G وما في P0، وبالتالي بصير the pressure at point 2 is not equal to the pressure at point 1. هاي الأرجومنت اللي بتحكي إنه مش equal. هلأ الجماعة اللي حكوا لا equal، أوكي ما سمعت منهم أرجومنت هيك محبوكي. بعض الأرجومنت الأولانية على المعادلة حطينا الرموز وكل شيء أنتم تابعين معي فيه. اللي حكوا إنهم إيكوال بثينة وفي شاب شو اسمه؟ أحمد. أحمد أحمد إيش؟ أبو عواد ما بطلعش الاسم كامل إلا إذا كبرت الأسماء، وإذا كبرت الأسماء بتروح نص الشاشة اللي عندي.
فأحمد أبو عواد وبثينة حكوا إنهم إيكوال، بس ما عرفوش يعطوني أرجومنت ليش إيكوال. وبعدنا منقسمين مين الصح فيهم. الجاذبية بتضربش قطري، بتضرب عمودي، والبريشر بيعتمد كبير على اعتماد على الجاذبية لأنه وزن. طيب وهاي حكيتها أنت، مش أنت من جماعة إنه بي 2 بي 1 مش ذا سيم؟ دكتور هن نفس الارتفاع عن المكان اللي بدخل منه الضغط، فهم علي كيف؟ يعني هن وقعات على نفس الارتفاع بالنسبة للنقطة اللي هن يعني نعتبرها نقطة مرجعية بالنسبة للضغط اللي فوق جاي، فالارتفاع نفسه. شوف هو الجواب الصحيح إنهم إيكوال، بس الجماعة اللي عم بيحكوا إيكوال مش عم بيعرفوا يعطوني أرجومنت مفهمة بناء على الحكي السابق اللي احنا حكيناه في المحاضرة السابقة. عشان ما نطولش في هالنقطة هاي، تتذكر لما حكينا إنه البريشر is a scalar quantity؟ وحكينا صحيح. البريشر at a surface مرتبط بالارتفاع اللي فوق هاي السيرفيس، وذكرنا إنه البريشر بيضغط في جميع الاتجاهات. يعني لما نقول الضغط عند هذه النقطة مثلاً هيك، هاي النقطة البريشر بهذا الاتجاه زي البريشر بهذا الاتجاه زي البريشر بهذا الاتجاه زي البريشر بهذا الاتجاه، أو اعكسهم إذا بدك اعكس الأسهم. يعني البريشر في جميع الاتجاهات متساوي عند النقطة الواحدة للستاتيك فلويد، يعني فلويد مش ماشي. لو ماشي ممكن نغير شوي شوي في الأرجومنت عندنا. فإذا بما أنه هذا ستاتيك فلويد، خلينا نمزح بس الخربيش هاي، هذا إذا ستاتيك فلويد مش متحرك على عيني وراسي، فبالتالي الحركة يعني مهمشينها. هلأ اتذكروا أنه البريشر at this point إله علاقة بالارتفاع هذا وإله علاقة في البي زيرو اللي فوق، وهي مش مختلفين فيها إحنا. الاختلاف أنه هل يا ترى البريشر at this point اللي هي على نفس مستوى هاي بالفلويد يختلف عن البريشر تاع هاي، كونه الارتفاع تاع الليكويد المباشر فوقها يدوب نتفي. تذكروا هون انه this is a static fluid، وبالتالي at this surface surface وهمية البريشر بده يكون متساوي في جميع المناطق، مع انه لأول وهلة يظهر انه كأنه هذا الارتفاع ما له علاقة في هذا الارتفاع. الارتفاع مختلف، بس الفلويد اللي عم بضغط عند بسبب هذا الارتفاع مع الضغط الجوي عند هذه النقطة بضغط في جميع الاتجاهات، فبضغط بهذا الاتجاه زي ما بضغط بهذا الاتجاه، وبالتالي الضغط هون وهون 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 حيكون متساوي. وإلا لو كان مش متساوي بصير بده يتحرك الفلويد من الهاي بريشر لللو بريشر، وإحنا حكينا إنه عندنا ستاتيك سيستم. فإذا بي كيرفول إنه لا تنغروا بالأشكال الهندسية اللي الفلويدز بتكون موجودة في جواتها. العبرة بإيش اللي مفتوح على الأتموسفير والارتفاع الكامل. فالضغط عند هاي النقطة زاوية الضغط، يعني إذا كان هذا مثلا في بحر وفي هون عندنا مثلا كيف كيف يعني مغارة بحرية والليكويد واصل لجوا معبيها، الضغط جوا المغارة هاي زي الضغط برا المغارة هاي، لأنه العبرة بالارتفاع الكامل للفلويد لأنه البريشر بضغط في جميع الاتجاهات. طب enough of this. هذا مثلا سكتش ثاني لتوضيح الفكرة السابقة برضو يعني in more details. لاحظ هون عندي أنا الوعاء ولتكن هاي زي بحر، وهذا الأعماق تاعت البحر. أوكي. هذا العمق تاع البحر أو تاع خزان أرضي، أرضيته متعرجة. الآن الفكرة هون إنه الضغط على المستوى الواحد يعني على نفس الارتفاع، لاحظوا point A وB وC وD وE وF وG كلهم على نفس الارتفاع. يعني أنا مش رسم خط، بس لو رسمت خط مستقيم
كلهم على نفس الارتفاع من سطح الليكويد، وبالتالي الضغط at point A و B و C و D و E و F و G is the same، لأنه هون عندي الفلويد واحد، assuming إنه ما في temperature difference بين اللوكيشن هذا والأذر لوكيشنز، يعني كلهم at the same temperature، كلهم at the same height، والفلويد نفسه هو الووتر، وبالتالي رو عفوا المعادلة السابقة إنه البريشر بده يساوي الهايت في الدنسيتي في الأكسلريشن أوف جرافيتي بلس الأتموسفيرك بريشر، هذا الحكي كله بده ينطبق هون، وكلهم متساويات في المواقع A B C D E F G. الآن لاحظوا at point H و point I نفس المستوى، ماشي نفس المستوى، بس في فرق بينهم. شو الفرق بينهم؟ فلويد مختلف. الدنسيتي في عندي من هذا المكان إلى هذا المكان ميركوري، بينما هذا كله ماء، ففي جزء من الهايت جزء منه اختلف نوع الفلويد، وبالتالي المعادلة بصير بدك تغيرها شوي صغيرة. كيف بتغيرها؟ بتطلع الضغط من هذا المستوى تنزل لعند سطح التقاء الووتر مع الميركوري، تأخذ الهايت هذا وبتطبق المعادلة في أتموسفيرك زائد رو جي، خلينا نسميها H1، خلي هاي هيك H1، والمسافة من هون إلى هون هاي المسافة هيك، خلينا نسميها H2، نسميها H2، وبالتالي بصير الضغط at point H بده يساوي الضغط at point A، خلينا نحط المعادلات، هيصير الاتموسفيرك بريشر، وين الاتموسفيرك بريشر؟ هي من هون، هاي هون بي، هي بي اتموسفير زائد رو اوف ووتر في الجي في اتش 1 زائد رو لا الميركوري نسميه اتش جي في الاكسلريشن جرافيتي في جي في H2. إذا تغيرت البريشر at point H. طيب فإذا the pressure is the same at all points on a horizontal plane in a given fluid regardless of the geometry. هاي regardless of the geometry مهمة. Provided that شريطة أن the points are interconnected by the same fluid. Interconnected by the same fluid يعني الفلويد هون متصل. يجي واحد بقول طب لو حطينا هون فاصل وهون حطينا هيك فاصل، فاصل فيزيائي، صار الفلويد في هذا المكان غير عن هذا المكان غير عن هذا المكان. طيب الآن حتى لو كان في فواصل، assuming إنه الأتموسفيرك بريشر عليهم is the same والفلويد is the same okay والtemperature is the same تمام، بده يكون حتى لو حطينا الفواصل هاي أو القواطع هاي برضو هيكون الضغط at any point at a given فرق في الهايت، فرق في الهايت نفسه، فرق في الهايت نفسه مثلا بده يكونوا at the same pressure. طبعا لما يكون فيش فواصل بيكون مبين انه assuming انه الفلويد is well mixed وبالتالي موحد الفلويد، ما هي فرق بالفلويد بين location و location، بتصير الارجومنت تاعتنا كمان ثابته. طيب باسكالز له كمان شغلي اللي هي باسكالز ماشين، هاي اخذتوها بالمدرسه، ما مش متذكر باي صف بتاخذوها، بس شفتها مره في كتاب كانه فيزا للاولاد اولادي يعني لما كانوا في المدرسه. According to Pascal the force applied by a fluid is proportional to the surface area. الآن لاحظوا الملاحظة التالية، أنا عندي الآن هون في فلويد، في عندي هون هاي في عندي فلويد إلو دنسيتي معينة، والفلويد من هون لهون متصل ببعضه، متصل ببعضه، مفتوح على الأتموسفير هون، مفتوح على مفتوح يعني في عندي أتموسفيرك بريشر بضغط هون وأتموسفيرك بريشر بضغط هون. هلأ assuming انه هذا البيستون is not moving
وهذا البستون is not moving. شو معناها لما two pistons are not moving؟ Static fluid. صحيح. بلغة البرشر شو معناها؟ برشر متساوي عليهم. آه. البرشر من فوق ومن تحت متساويين. لو من تحت كان الضغط أعلى، أوكي؟ لو تحت الضغط أعلى هالبستون دي يطلع، لو من فوق أعلى البستون دي ينزل. فالضغط هيك يساوي الضغط هيك، بس محل السهم غلط، بده يكون يساوي الضغط هيك، لأن السيارة كمان عم تضغط معنا، السيارة عم تضغط معنا مع الأتموسفير مع الأتموسفير. طيب إذن لأنه the fluid is not moving، نفترض إنه هذول liquids at the same height، يصير at the same height، وبالتالي بده يصير the pressure at point one يساوي the pressure at point two. لو the pressure اختلف بينهم بده يصير في عندي motion، بده يصير في حركة، وإحنا شايفين قلنا إنه مش عم بيتحرك. طبعا شو معنى هذا الحكي؟ البرشر احنا عرفنا انه الفورس على الاريا، ف P1 بده يكون البرشر اكتنج طبعا من تحت ومن فوق بده يكون زي بعض، فخلينا البرشر الفوقاني F1 تساوي او عفوا P1 بده تساوي الفورس تقسيم الاريا 1، لانه F1 الفورس اكتنج على البستون مع الاتموسفير على على الفلويد هون تساوي البريشر ات بوينت 1 ضرب الاريا 1. الان معنى هذا الحكي انه بي 1 بده تساوي الفورس على الاريا اف 1 على اي 1، هاي اف 1 على اي 1. نفس الشيء بده ينطبق على البريشر ات بوينت 2، بده تساوي الفورس ات بوينت 2 ديفايدد باي ذا اريا ات بوينت 2. طيب سو فار سو جود. عيد ترتيب المعادلة هاي، حط الاريا اوفر ذا اريا بميلي والفورس على الفورس بالميل الثاني. شو معنى هذا الحكي؟ اوكي هلا خلينا نجيب اف 1 للجهة هاي، اوكي. اذا معنى هذا الحكي انه الفورس 2 اف 2 تساوي الاريا ريشو، هاي الاريا تقسيم هذه الاريا ضرب الفورس F1 that is acting on top of the piston. قديش انا بضغط هون الاريا هاي الصغيرة بدي يقابلهم الفورس اللي من الجهة الثانية. معنى هذا الحكي اذا if I apply a small force هون، a small force بهذا المكان تنعكس بتتكبر بمقدار الاريا ريشيو، وهذا الحكي درستوه في المدرسة وبيسموه باسكال ماشين. وين نستخدمها هاي الماشين؟ مغسلة السيارات. مغسلة السيارات، مع انه ما منشوف احنا اللي منشوف مغسلة السيارات منشوف الذراع هذا بس، من تحتهم ما منشوف ولا هاي الجهة حتى منشوفها، هذا كله تحت الأرض بيكون مخبى، عبارة عن برابيج، هذا عبارة عن ماسورة حديد أو برابيج بتحمل ضغط، يكون هذا معبى زيت هيدروليكي، أوكي، والجهة الثانية بيكون هون هذا الجزء الكبير، هذا الجزء الكبير منشوفه إحنا، نشوف حقيقة الذراع هذا، نشوف الذراع، تحتيه بيكون فيه زي مكبس، اللي هو بيستون أكبر منه حجماً بالمساحة، وهون واحد صغير. اوكي نقرا الكلام اللي تحت جوا المربع هون، نقول the area ratio A2 على A1 is called the ideal mechanical advantage of the hydraulic lift. hydraulic lift اللي هو المكبس الهيدرو، مش المكبس، الرافعة الهيدروليكية. using a hydraulic car jack with a piston area ratio of A2 to A1 تساوي 10، يعني هاي الاريا 10 اضعاف الاريا هاي. For example, a person can lift 1000 kilogram سيارة 1000 kilo by applying a force of 100 kilogram force.
اللي حوالي 908 نيوتن. فيو ابلاي سمول فورس وبترفع سياره وجك السياره، ما السياره بتبنشر. شوف كيف الواحد بيرفع السياره مجرد انه عنده عتلي وبصير يحرك مرتين ثلاثه اربعه السياره بتطلع. يعني ايش عضلنجي كاين حضرتك ترفع لي كم مثلا طنطن ونص سياره بحديد صغير؟ لا، لانه احنا بنستخدم الفكره هذه في الجاك تاع السياره. طيب بريشر ديبث ريليشن شيبس، تتذكروا السد، فكره السد اللي جبنا سيرتها بالمحاضره السابقه. سابقا مر علينا انه دي بي دي زد، تغير الضغط مع الارتفاع يساوي الدنسيتي ضرب الاكسلريشن اوف جرافيتي. خلينا نعمل انتجريشن، نعمل انتجريشن. هاي الانتجريشن سويناها الان. سو فار ما في عندنا مشكله. هلا تو بيرفورم ذا انتجريشن ات از نيسيسري تو هاف سم ريليشن بتوين الدنسيتي والاكسلريشن اوف جرافيتي والهايت. اوكي والهايت. هلا طبعا هذا الانتجريشن سهل نعمله. شو يساوي هذا الانتجريشن؟ البريشر. لا، بي 1 ناقص بي 2، لانه هذا بده يكون ما بين بي 1 الليمت ستات الانتجريشن لبي 2 جوينج فروم لوكيشن 1 بالنسبه للزد اكسس اللي هو الهايت تو لوكيشن 2. الآن لأنه عندي هون واحد كونستانت وبالتالي بيطلع لبرا، فبصفي عندي P2 ناقص P1. تمام؟ نيجي على الميلي هاي، نيجي على الميلي هاي. الآن هل هذا الانتجريشن يساوي رو في الجي ضرب دلتا زد؟ دلتا زد اللي هي زي 2 ناقص زي 1. طبعا في عندي نيجاتيف ساين. تذكروا هذا الزد اكسس، هاي الزد هون ولتكن من صفر الى سم بوينت، الى سم بوينت. وبالتالي اذا كانت هاي هون زي 2 وهون عندي زي 1، بده يكون الفرق زي 2 ناقص زي 1 موجب. بس حسب الان انت كيف عرفت الريفرنس بوينت تاعتك. اوكي، فبالتالي انا هاي النيجاتيف ساين عاده بحطهاش وبستخدم اللوجيك او الكومن سنس تو فايند اوت اذا البريشر حيكون وين اعلى، في بوينت 1 ولا في بوينت 2. بده يكون عندك انت مش كمبيوتر وبتحل وماضي، لا احنا بنحل واثناء الحل بنسال انفسنا الأسئلة تاعت are we. تتذكر لما حكينا الـ verification of the results. Okay. Does the answer make sense or doesn't make sense. فالنيجاتيف ساين استخدمها في موضوع does it make sense or doesn't make sense، أن يكون موجب أو سالب. تذكروا مش الضغط اللي موجب ولا سالب، فرق الضغط. Okay. فرق الضغط يعني هاي الـ pressure هون P2، أساس واضح لكم النقطة هون P1. على افتراض أنه هاي هون مثلاً سطح البحر على سبيل المثال، وهون على قمة جبل، على قمة جبل. هلا Z2 ناقص Z1 شو بطلع؟ موجب ولا سالب؟ موجب رح يكون. موجب. طب على قمة الجبل P2 ناقص P1 شو بطلع؟ سالب. سالب. اوكي. متوقع. فبالتالي السالب بيضيع مع السالب، هذا يصير سالب سالب يساوي موجب. اوكي. الفكره انك استخدم الكومن سنس اللي انتم موجود عندكم في معرفه مين بده يكون اكبر من مين. طيب نرجع للانتجريشن تاعنا، نرجع للانتجريشن تاعنا. فبنقول هون هاي صارت P2 ناقص P1. طيب وهون لما بدنا نيجي نعمل انتجريشن من زي 1 الى زي 2، هل فيني اكتب انها تساوي ماينس
رو في جي في زي 2 ناقص زي 1 إذا كان نفس الفلويد يعني نفس الدنسيتي. هلا بدك عشان هذا الحكي يكون صحيح بده يكون هذا كونستنت طلعناه برا وهذا كونستنت طلعناه برا الانتجريشن فصارت رو جي في زي 2 ناقص زي 1. فهل يا ترى بصير نسأل السؤال هل يا ترى الدنسيتي بتعتمد على الهايت؟ معنى آخر هل الدنسيتي بتختلف ما بين زي 1 و زي 2؟ هلا إذا الدنسيتي كونستانت بين الارتفاع زي 1 والارتفاع زي 2 بتطلع برا الانتجريشن، بينما إذا الدنسيتي مش كونستانت بدها تطلع جوا الانتجريشن. نفس الشيء الجي اللي هو الاكسلريشن اوف جرافيتي، هل الاكسلريشن اوف جرافيتي ات بوينت 1 يساوي الاكسلريشن اوف جرافيتي ات بوينت 2 ولا بيفرق؟ اذا يساوي بنطلعه برا الانتجريشن، واذا الدنسيتي كونستانت بين زي 1 وزي 2 بصير هذا الجواب صحيح. اما اذا طلعت الدنسيتي او الجرافيتي الاكسلريشن اوف جرافيتي is different ما بين point Z1 وما بين point Z2، وساعتها بده يضل جوا الانتجريشن وبصير بدك العلاقة الرياضية اللي بتربط الجرافيتي مع الهايت أو الدنسيتي مع الهايت. هلأ على سطح الأرض، على سطح الأرض، وإذا كان الـ point Z1 وZ2 الفروقات بينهم مش كبيرة، يعني مثلا بين إربد وبين عجلون على سبيل المثال، أو بين سطح البناية والشارع، بين سطح البناية والشارع هل يا ترى الدنسيتي تاعت الهواء بتختلف؟ لا ما تختلف. لا. هل الأكسلريشن أوف جرافيتي ما بين سطح الشارع وسطح الدار بيختلف؟ برضو لا. طيب خلينا نكبر المسألة شوي صغيرة. هو المضبوط جواب لا. الفرق الدنسيتي ما بين سطح الشارع وأعلى عمارة عندنا في عمان، قديش أعلى عمارة عندنا في عمان؟ فيها 20 دور 30 دور إشي زي هيك، هذول اللي في العبدلي أو جنب العبدلي، في هناك يعني عمارتين ثلاثة عاليات، يعني بجوز 20-30 دور في أقصى حدودها، خلينا نقول 30 دور، بين الدور والدور خلينا نقول 3 متر، 30-30-90 خلينا نقول 100 متر. هل يا ترى الدنسيتي تاعت الهواء ما بين سطح الشارع وما بين سطح العمارة اللي على ارتفاع 100 متر من الشارع، دنسيتي الهواء بتختلف؟ نقدر نفترض لا، انه اختلاف حيكون قليل كثير. اذا في اختلاف، الاختلاف حيكون قليل جدا لدرجه انه you cannot detect it with يعني simple tools. طيب نيجي على acceleration of gravity، بده يفرق من يعني على ارتفاع 100 متر عن سطح الشارع؟ مترددين انتم، ممكن exercise مش وظيفي، exercise find out. طبعا احنا نعرف انه الاكسلريشن اوف جرافيتي لما بترتفع كثير عن سطح الارض شو بصير فيها؟ بقل، بتقل لدرجه بتوصل لمرحله زيرو جرافيتي. تمام. فاذا الجي اللي هو الاكسلريشن اوف جرافيتي هو على سطح الارض عند سطح البحر لها قيمه معينه، لما بنطلع على الجبال تبدا تقل، قديش بتقل؟ هذا بدها دراسي، يعني معنى آخر عشان أطلع البريشر 0.2